اهلا بيكم في تيتا مطبخ. النهارده هنعمل مكعبات الدجاج المشويه بطريقه سهله جدا ومش بتاخد اي وقت. قطع فراخ كده ومقطعاها مكعبات، صدور او اوراك او الاتنين مع بعض، معلقه كبيره خل، معلقتين كبار زيت، معلقه كبيره مليانه صويا صوص او معلقتين، ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، معلقه صغيره مليانه، واهم حاجه اختيارك لنوع بهارات الفراخ. هنزل بقى بالتوابل وكل الحاجات دي مع بعض وادوبهم كويس، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. ممكن نسيبها في التتبيلة 10 دقايق ونبتدي نشتغل بيها على طول. المهم يعني ان انت تقلبيها كده وسط التتبيلة كل شوية عشان تبقى متغطية بالتتبيلة. عندي بقى ممكن تحطيها في عيدان الشيش طاووق، او بس انا استخدمت النهاردة اللي هي خلة الاسنان دي تغيير. ايه، بحط كده كل قطعتين في واحدة. انا هعمل بيها سندوتشات، ف انتي ممكن تقدميها كده مع مكرونة مع اي حاجة تاني. طاسة على النار تسخن وفيها حتة زبدة، وانزل بقطع الفراخ. برضو ما بتاخدش وقت في السوا خالص، وبعد كده بقى تحمر وقلبها على الجنب التاني. وكده استوت، هناخدها بقى ونعمل بيها احلى سندوتشات ممكن تقدميها لولادك. محضرة طماطم وكاتشب ومايونيز وبطاطس، وعيش التورتيلا ده نزله لكم ان شاء الله قريب، وهتلاقوه برضو في اخر الفيديو في البطاقات اللي بتظهر. اضافات السندوتش بقى انتي زي ما تحبي، ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي بطاطس وفراخ بس مع كاتشب، مايونيز، مستردة، اي حاجة انتي بقى عايزاها. بقفل كده السندوتش من جنب واحد، هعمل واحد تاني معاكم. وبكون حاطة الجريل على النار يسخن، هو سخن قوي فانا طفيت النار. هنزل كده بقى بالسندوتشات على الجنب اللي احنا قافلين منه عشان يلزق في بعضه وما يفكش معانا واحنا بناكل. كده اهو احمر، فانا قلبته. يحمر على الجنب التاني، وبعد كده هشيله واكون مجهزه فويل. مش عايزه تلفيه بفويل برضو، براحتك، بس ولادنا بيفرحوا بالحاجات دي، بتبقى تفكرهم باكل المطاعم وكده. ويقلفها ويتقدميه بقى بعد كده مع بطاطس، كان طعمه حلو جدا، وان شاء الله تجربوا الوصفه دي وهتعجبكم وما بتاخدش وقت خالص. ده شكله النهائي مع حاجة ساقعة بقى، وعيشي مع احلى سندوتش. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.